وينضم إلينا من العاصمة القاهرة الدكتور أسامة شلبية، مدير مركز الفضاء بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك. دكتور مرحبا بكم. ما دلالة وصول رائدي فضاء سعوديين إلى المحطة الدولية للفضاء، وسبقهما أيضا رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الدلالة هي أن العرب قد عرفوا طريق الفضاء، والآن هم في الفضاء بالفعل. تحية إجلال لملك المملكة العربية السعودية جلالة الملك سلمان ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتحقيق رؤية المملكة 2030 في أن يكون للمملكة قدم في الفضاء، لأن من ليس له قدم في الفضاء لن يكون له قدم على الأرض. هذا هو ما نرجو ونأمل إليه في المستقبل. هي رحلة تاريخية بكل المعايير والمقاييس، رحلة لدينا فيها أول رائدة فضاء سعودية، لتعبر المرأة السعودية التحدي بكل معنى الكلمة، وتسجل الإنجاز التاريخي لها بوجودها الآن في محطة الفضاء الدولية مع زميلها الطيار علي القرني، وهو أصبح من رواد الفضاء العرب المعدودين على تسبع، معهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي. وهو بكل فخر من يقوم بأعمال الصيانة والسباحة في الفضاء ولفترة طويلة داخل محطة الفضاء الدولية. هذا البرنامج الذي ترعاه المملكة وتأسيسا للهيئة السعودية للفضاء يعد حجر الزاوية لتقدم العالم العربي في مجال علوم الفلك والفضاء. طيب، هنا دكتور السؤال الكبير في هذه النقطة تحديدا، بوجود رائدي فضاء سعوديين ورائد فضاء إماراتي أيضا سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية، كيف سيستفيد العرب من هذا الوجود في الفضاء، هذا الوجود العربي؟ سؤال حضرتك ممتاز، لأن وجود هذا النشاط الفضائي للعالم العربي هو من أجل مستقبل العالم العربي في الفضاء، من أجل بناء كوادر بشرية مؤهلة ومعدة جيدة لحمل الراية لعلوم وتكنولوجيا فضاء المستقبل، لأن علوم وتكنولوجيا الفضاء هي من ستحكم الأرض مستقبلا. كيف دكتور؟ الحضارة القادمة على الأرض هي من الفضاء، الحضارة الجديدة على الأرض هي من الفضاء، وبالتالي لا يجب أن نقف كعالم عربي وإسلامي متفرجين لغزو الفضاء وتقدم تكنولوجيا وعلوم الفضاء على مستوى العالم دون أن يكون لنا قدم، دون أن يكون لنا وجود، ولن يكون لنا هذا الوجود دون الكوادر البشرية التي ستحمل على عاتقها مستقبل عالمنا العربي ككل في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. طيب دكتور، هذه الخطوات من جانب المملكة العربية السعودية ومن جانب أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة، ما هي الرسائل التي ترسلها إلى الشباب في العالم العربي؟ الرسالة الأولى أن المستقبل واعد، وأن أغلى ما نملك في عالمنا العربي هي الكوادر الشابة، هي الكوادر التي تستطيع أن تجاري كل ما هو جديد من التقدم التكنولوجي المعقد في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. بالتأكيد هناك تطبيقات لا حدود لها في
مردود علوم وتكنولوجيا الفضاء على الأرض وتطور الحضاري على الأرض من الفضاء. كلنا نعلم كيف يمكن للإنسان الآن أن يجزم بالتغير المناخي من الفضاء. كل هذا يأتي لنا. كيف يمكننا الآن على كل سطح الكرة الأرضية أن نتواصل في نفس الساعة واللحظة والدقيقة بدون وجود أقمار صناعية للاتصالات؟ كيف يمكن لنا أن نبحث عن التصحر والمعادن إلى آخره من بدون وجود ما يعرف بالريموت سينسينج أو أقمار الاستشعار عن بعد إلى آخره إلى آخره؟ لم نكن نحلم بهذا على الإطلاق منذ سنوات قصيرة، ليست قرون، ولكن الآن أصبحت حقائق علمية بأن من يملك الفضاء سيملك ما على الأرض، وهذا يدل على الرؤية الثاقبة للقادة العرب في دخول دول العربية إلى مجال الفضاء. دخلت مصر بوكالة الفضاء المصرية، وهي الآن تستضيف المقر وكالة الفضاء الأفريقية. دخلت السعودية بالهيئة السعودية للفضاء، دخلت الإمارات، وهكذا ستتوالى الدول العربية في تجمع عربي للفضاء. نأمل أن يكون في النهاية وكالة فضاء عربية تتحد فيها كل العالم العربي، لأن في الفضاء لا توجد حدود. في الفضاء يوجد البشر والبشرية. في الفضاء نعمل من أجل، حضرتك في المقدمة، أبحاث الميكروغرافيتي لعلاج أمراض، لاكتشاف أدوية، لاكتشاف وابتكارات لعلوم لا نعلم مدى تطبيقاتها ولا طرق استخدامها حتى الآن. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. ضيفنا من العاصمة القاهرة دكتور أسامة شلبية، مدير مركز الفضاء بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك. شكرا جزيلا.